عليكم الخوت، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. معكم رضوان فلوكس، اليوم فيديو جديد فلوك جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتعرفوا على الساعات اليدويه الاوريجينال مع الاخ حموده. اخ حموده شي تحيه للفانز ديالنا. اليوم غادي نتعرفوا على الساعات اليدويه الاوريجينال عند الاخ حموده. حموده اللي معروف الاوريجينال، ما كاينش الكوبي، واثمنه مناسبه. اليوم غادي تشوفوا معايا شي حاجه اللي ناضي ان شاء الله، وتحياتي للجميع. كنتمناكم تخليو لنا لي كومونتير ديالكم الاخوان، اللي بانت لي شي حاجه اللي ماشي تلهيه ديكلاري لينا. والنمره ديال الاخ حموده غتلقاها هو الفوق، خلي النمره ديالو، واللي بغى شي حاجه يتواصل معاه. الله يسخر الامور للجميع، وتحياتي لكم. قشقاشه معاكم ان شاء الله. بسم الله الاخوان، الاخ حموده عرفنا على اول ساعه عندك. السلام عليكم الاخوان، كيف ما كتشوفوا هنايا ان شاء الله غادي نبداو باول ساعه ليا هذه ايرونيك اللي غنيه على التعريف. الحمد لله كلشي كيعرف هذه، ولكن غير الفرق اللي كاين دابا حاليا هو بان هذا الموديل هذا دابا حاليا كيبدا من 2016. دونك هادو اللي غادي نوريكم دابا الاخوان راه نوفو موديل من 2016 فما فوق. هانتوما كيف ما غادي تشوفوا ليطا ديالها، بياسة راه باقا مات، من بوليا ما والو، باقا جديده وكارانطي والما وكلشي كيف ما كتشوفوا هنايا. غير هذه الديفو اللي فيها واحد الشقه هنايا صغيره، ومع ذلك انا ما بغيتش نبدل لها الجاجه ديالها، بغيت نخليها هكا وكارانطي وبعمق. وديك الساعه الكليير كيبقى الاختيار ديالو غير يبدل الجاجه راه نبدلها ليه. المهم هاي كيف ما كتشوفوا الاخوه الخدمه ديالها، خدامه ناضيه، خدامه ناضيه وكلشي. كتبقى دابا هذه اخويا، دابا هذه كتبقى ب 600 درهم، دابا هذه دايره 700 درهم، انا غادي نحسبها ب 600 درهم على حساب ديك الدرايبه اللي كاينه هذيك، وبيعهم قالوا كارانتي او ميم طون. غادي ندوزو للبياسه. هادشي اللي بغينا اخويا حموده، بغينا البياسه اللي فيها شي عيب عادي نقولوا الانسان اللي نقيه نقيه، والاوريجينال راه كلشي اوريجينال كلشي ياك. الحمد لله كلشي اوريجينال، كلشي اوريجينال الاخوان، صامي هنايا الكوبي فطاط، كلشي هنايا اوريجينال الحمد لله. والناس اللي كيعرفونا كاملين، راه اغلبيه الناس كيعرفونا داخل المدينه وخارج المدينه، الدار البيضاء بالاوريجينال الحمد لله. هاي بياسه حموده راه معروفه الاخوان، عنده بياسه نقي اللهم بارك. هذه سواتش حتى هي سواتش بحال هذه اللي وريتكم قبل، غير هذيك حتى هي جديده ما مستعمله ما والو. هذيك يبقى الثمن ديالها 700 درهم، وقابل ديما للتفاوض الحمد لله. ها هي حتى هي كيفاش كتشوفوا ليطا ديالها، الخدمه ديالها كلشي خدام، والماء وكلشي وكارانتي الاخوان. ها انتم كتشوفوا الخدمه ديالها اللهم بارك. كاين عاوتاني هذه حتى هي 3 بوطون حتى هي نفسها. ها انتم الاخوان، هذه حتى هي موديل جديد ونوفو 2018. الليطه ديالها نقيه، الليطه ديالها نقيه جديده، الا ما كانتش نقيه ما نحطهاش الاخوان كيف ما كتشوفوا. شحال كتبقى الثمن ديالها؟ هذه كتبقى الثمن ديالها ب 900 درهم. دور لنا الموري شوفوا. ها هو الموري ديالها، ها هو فوالا. تحتاني راه كيف ما عارفين نتوما راه ديال الساعه، انا كنحقق لكم الكرونو وبيعهم قال حتى هي وكارانتي الاخوان. كاين هذا الموديل اللي غني على التعريف، حتى هو معروف حاليا كيتسمى بحجيرات ديامو ولا واش كيقول ليها. هذه الموديل ديالها نوفو جديد 2017، ماشي بحال الموديل القديم اللي هو 2012. هذا موديل جديد ديالها، وانتوما الاخوان الليطه ديالها حتى هي يعني الحمد لله كاع الماكل، كاع الماكل الحمد لله، ليطا ديالهم نقيه وجديده الحمد لله كاملين، والماء وكل شيء. الناس اللي كتوضا ما كتبغيش تحيد المكانه. ها هي هذه الكحله ديالها. دابا انا كنعرض عليكم بعض الساعات، ولكن بالنسبه للساعات اللي كنعرض عليكم راه كي راه عندي حتى الالوان ديالهم. بالنسبه لهذه حتى هي راه فيها الموف، فيها الصفار، فيها الكري، المهم كاع الالوان الحمد لله ديالها عندي حتى هي. ها ليطا ديالها كي كتبقى الاخوان. هادي شحال كتبقى اخ حموده؟ هادي كتبقى ب 500 درهم. واسمح لي ما ذكرتيناش بالثمنات ديال الثمنات ديال هادو، كيبقاو ب 900 درهم هادو، 900 درهم. قابل للتفاوض، قابل للتفاوض دائما الاخوان، دائما إخوان قابل للتفاوض. انا المعامله انا الغرض ديالنا هو الكليان ان شاء الله يمشي بسلام وياخذ شي حاجه اللي نقيه وتوصلوا فين ما كان ان شاء الله. هذه غنيه على التعريف حتى هي ديافا اللي معروفه الحمد لله، 2005 فيها هذه، فيها الدعبيه، هذه الالومنيوم ديالهم، وكاين اللي حديد وكاين اللي كواتشو على حساب كل واحد. دابا هذه نقيه ولكن فيها واحد الخبيشه هنايا ولكن ما بيناش. ها هي الاخوان اللي بانت لكم، المهم ما بيناش، المهم الساعه نقيه والماء وكل شيء، والطابلو ديالها هو الاهم.
ونرجعوا للضيافه اللي قلت لكم هذه الالوان ديالها، راه عندي فيها الحمار، عندي فيها الصفار، الخضار، المهم جميع الالوان ديالها عندي هنايا. ها انتم هذه بيضه شيء الومنيوم، انتم كتشوفوا ليطا ديالها حتى هي يعني البيض يعني راه كيتكرفص، وها انتم كتشوفوا البيض الحمد لله ليطا ديالو كيفاش دايره عند خوكم. ومرحبا بالجميع، هذه كتبقى ب 700 درهم حتى هي، راه جديده راه ماشي. هذه ذكرتيني بالثمن ديال هذه اللي ذكرتي دابا، بحال هذه وهذه بحال الكريه حتى هي نفس الثمن تقريبا عندي. اه وعندي فيهم حتى هما الالوان جميع الالوان ديالهم. وكاين هذه حتى هي اللي الومنيوم، ها هي على حساب تيار عندي فيها لي كولور لداخل، ولكن كيبقى الصمطه وداك الشيء ديما كحل، غير كيختلف الالوان غير في الطابلو من الداخل. انتم الاخوان حتى هي كتشوفوا ليطا ديالها الحمد لله كيفاش دايره، ها هو القفل يعني كحل يعني خبشه بيضاء ما غاتبانش الاخوان. كاينه واحد الخبيشه هنايا، ها هي كاينه واحد الخبيشه هنايا في القنيات هنايا، ها هي واه، ولكن هي اللي كاينه ماشي هي اللي كاينه دونك يعني شي حاجه اكثر ما كاينش. جايه بنفس الثمن كتبقى، جايه بنفس الثمن كتبقى هذه 600 درهم الاخوان، جايه وقابله للتفاوض. وعندي فيهم هما اللي فيهم صماطي جلد بحال هذا الشكل، عندي في الحمر ديالها، البيض ديالها، الاورانج، المهم جميع الالوان. وكاينين حتى ديال العيالات حتى هما اللي كتكون بحال هذا الشكل هذا، اللي كوات شو انتم الاخوان ما عمرها مستعمله كيف ما كتشوفوا هنايا، باقا جديده جديده يعني ما عمرها مديوره في اليد الحمد لله. ها هي الاخوان تبارك الله باينه نقيه من كتبقى ب 600 درهم. وعندي فيهم حتى هما الالوان كيف ما كتشوفوا هنايا، الحمراء ديالها عشاق اللون الاحمر اللي وداد تجي معنا ديال، ها هي كيف كتشوفوا الاخوان، وكل شيء خدام والماء وكارانتي وكل شيء الاخوان تبارك الله. بالنسبه لهادو كيبقاو 550 درهم، علاش؟ حيت بلاستيك كاوتشوك سيليكون 550 درهم مقابل التفاوض الاخوان تبارك الله. ما كتمشوا هنايا الوان اللي فيهم، كاينه هادي حتى هي ديال لي فام تبارك الله، ساعة قليلة قليلة الحمد لله تصوات هادي شوية. ها هي ليطا ديالها الاخوان باقا جديدة حتى هي ما مستعملاش، هادي حتى هي كيبقى الثمن ديالها ب 600 درهم مقابل ان شاء الله التفاوض حتى هو تبارك الله نقي الاخوان. كيشوف بياسة ضيافة حتى هي اللون الاخر اللي كنت قلت لكم الاخوان، حتى هي كتبقى ب 600 درهم. ها ليطا ديالها جديدة هادي حتى هي، هانتوما الشوك كلشي الاخوان. وكاينين هادو بلاستيك 3 بوطون، ها هما اللي باينين جميع الالوان ديالهم عندي، يعني جميع الالوان، يعني جميع الالوان اللي غيطيحوا لك على المخيله ديالك الحمد لله عندي كاملين، وكيبقاو بثمن جد جد زوين بزاف، كيبقاو بثمن ديالهم 400 درهم 350 درهم قابله للتفاوض الاخوان. انتم الاخوان راه كنجيب لكم الجديد وكنجيب لكم بياسات نقيين والمتناول الجامع. مشاو لهاد البياس النوفو اللي هو هذا حاليا 2018 2019، ها انتم غادي تشوفوا الاخوان يعني هذه راه عارفه كلشي الحمد لله، يعني ديال المويان اللي كبر من ايروني. ها انتم كتشوفوا ليطا ديالها حتى هي يعني نقيه يعني هادو كتبقى ب 1200 درهم مقابل التفاوض، هادو دايرين 2450 درهم اللي كيدير الثمن ديالهم الاصلي، ولكن عند خوكم هادو مستعملين ولكن في حله جيده. ها انتم الاخوان نقيين بزاف، هنايا كاينين واحد بعض الخدشات ولكن ها هما الا بانوا لكم هنايا هما راه ما باينينش. ها انتم الاخوان كلشي فيها خدام، الكرونو كلشي خدام الاخوان كيف ما كتشوفوا هنايا. ها انتم تبارك الله انا حتى هي راه عندي فيها الالوان حيت ما يمكنش نعرض عليكم الاخوان بزاف ديال باش ما نطولش عليكم الاخوان. المره الجايه في الفيديو ندخلوا ثاني هادشي اللي كنقول لكم دابا، راه عندي فيهم الالوان على الجد، المهم الالوان كاينه حاليا. ها هي عاوتاني بدا بحالها بالصمطه ديال الكواتشو حتى هي نوفو. ها انتم الاخوان هذه ما مستعملاش حتى هي كيبقى كذلك الثمن ديالها ب 1200 درهم. اللهم بارك. جديده الاخوان. ها هي راه دايره 2250 درهم الاخوان، كتبقى ب 1200 درهم وجديده والماء وكل شيء خدام الحمد لله. تبارك الله. ها هما تاير عندي فيها الالوان الاخوان، المهم انا كنوريكم لقطه لقطه باش ما نكثرش عليكم. انتم هذيك الساعه اللي بغا شي لون راه مرحبا الاخوان. كيف ما كتشوفوا راه فيها هذه حتى هي النوار ديالها، فيها هذه حتى هي. ها هي كيف ما
كنشوفوا الاخوان الشريطه ديالها كيفاش دايره يا سنقي الله ما بارك. شحال كتبقى هادي حتى هي؟ كتبقى ب 1200 درهم بحال هادو اللي عرضت عليك حاليا، هادو الكحلين وهادو، هادو كتسماو نوفو من 2016 2015 للفوق. وهادي اللي الطابلو ديالها ازرق. وكاينه هادي اللي هي الخبزه اللي هي الكبيره. ها هي الاخوان كما كتشوفوا معايا هنايا، ها هي الخريطه ديالها. يعني جديده الاخوان، جديده الاخوان، ونبقى الحمد لله. ما عمرنا لقينا مشكل مع شي واحد ولله الحمد. هانتوما كيف ما كتشوفوا هنايا كلشي خدام، وناضيه الاخوان هادي، والما وكلشي الاخوان. راه عندي فيها حتى هي موديلات بزاف، كاين اللي بسلطه هكا، كاين اللي بسلطه كواش تقريبا هكا. هادو كيبقاو ب 900 درهم قابله للتفاوض دائما. هادي حتى هي سمطه كواتشو ديالها بلاستيك بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش يديروا الحديد. كيف ما كتشوفوا هادي جديده الاخوان، هادي شي كتبقى ب 900 درهم قابله للتفاوض. الموديل ديالها طالع شويه. كاينه هادي حتى هي الاخوان ديالها، حتى هي راه بحالها. كاينه هادي حتى هما، ها هما راه بحالهم. المهم انا عندي فيهم كاملين 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 اخي، كاملين اخي رضوان، كاملين. انت فاش كتعرف علينا اخويا رضوان؟ لا غير انا دابا كنعرفك مزيان، وواحد اخر خاصو يتاكد ويعرفو. هانتوما الاخوان كيفما كتشوفوا ليطا ديال المكانه الاخوان، هانتوما تبارك الله نقيه. حتى هي كتبقى ب 900 درهم، حتى هي كتبقى ب 900 درهم الاخوان. وكاينه هادي حتى هي دابا حاليا كنوريكم هاد الطابلو، والحمد لله راه الليطا ديالهم كاملين نقيين، الليطا كامل نقيه الليطا الاخوان. كاينين هادو الاكس لايت كليك ولا سلايدر وكلنا باش كيسميها. ها هما الاخوان، فيها الحيط كيكون فيها غير الالومنيوم ولا 17 كواتشو بحال هكا. تاير عندي فيها الالوان للجميع، عرفتها جات تقريبا جميع الالوان ديالها عندي. شحال كتبقى الاخوان؟ كيبقاو 900 درهم حتى هما، حيت فيهم موديل من 2017 فما فوق. كل ما وكل شيء وغارانتي وبيعهم قال. وكاينين هاد جوج ديازيل لي اوريجينال 100% اللي كيطراوح الثمن ديالهم من 3500 درهم فما فوق، كيبقاو هنايا 2200 درهم. اللهم بارك. يعني جداد حتى هما مستعملين ما والو الاخوان. ها هما باقا بالميكا ديالها كل شيء، يعني ديازيل لي اوريجينال 100%. ها هي الاخوان بالنسبه للعشاق ديازيل. ها هي وعندي اللون الاصفر ديالها اللي حتى هي باقا جديده، سلوفان ديالها والتيكيته ديالها وكلشي ديالها. بياس نقاء الاخوان، داكشي ناضي اللهم بارك. وقول لي يا سي حموده، نعم اخويا رضوان، بالنسبه للجديد كاين الجديد؟ كاين الحمد لله الجديد. انا ما بغيتش نكثر على الناس، بغيت نخلي لهم الجديد. كل فيديو نخلي لهم شويه الجديد ان شاء الله المره الجايه. كنوعدهم ديما بالجديد وما كاين الجديد ان شاء الله المره الجايه. اخويا حموده نجيو نصوروا الجديد ان شاء الله. ان شاء الله اخر رضوان. وبغينا الاخوان تما يتفاعلوا معنا بلي كومونتير، واللي بانت ليه شي حاجه يفيدنا، واللي عجباته شي حاجه راه النمره غتلقاوها الفوق في الشاشه الاخوان ديال حموده. تواصلوا معاه والله يسخر الامور للجميع. وتحياتي لكم. الاخ حموده يقول لكم شي كلمه. الاخوان جميعا من داخل الدار البيضاء وخارج الدار البيضاء، مرحبا بكم جميعا. ها انتم هادشي اللي عطى الله انا وريته لكم في الحلقه. كنوعدكم ديما بالجديد، وعندي الحمد لله عندي بزاف ديال السلعه الحمد لله، ما يمكنش نطول عليكم الاخوان. المهم كل مره تسناو الجديد ان شاء الله في كالفين كلين في جي سي ديال السويس والاصلي ان شاء الله. شكرا. قشقاشه معاكم.